خلص هلا لا لا في سعنا خي معك شيت بدي خلص ما باين شو يا سيد أتوجه إلى القاضية غادة عون طبعا باسمي الشخصي كنائب يتحمل مسؤولياته باسم كل زملائي في اللقاء الديمقراطي وباسم كل النواب الموجودين في القاعة واللي غايبين على القاعة 128 لأقول لها كفى كفى اعتداء على الحقوق الدستورية للنائب لممثل الشعب. هذه الحقوق محمية بمادة لا تحتمل التأويل، وإلا خلينا نسكت كلنا ونرجع نسلم الأمانة للشعب اللبناني، وساعتها يمكن بيسمع صوته الشعب اللبناني، لأنه الادعاء بالجرم المشهود للتحايل على مادة دستورية غير مقبول. يا ست غادة كفى، الجرم المشهود كان باقتحام المنازل، بكسر الأبواب، بسرقة محتويات المكاتب، هذا هو الجرم المشهود، مش أنه نائب عم بتناقشيه على التلفزيون أو بأي محتفل تتهميه بالجرم المشهود. معناته بدنا نسكت نحن؟ لا، ما رح نسكت لك، لا رح نسكت لك ولا رح نسكت عنك. فأنا هالمرة بوجه ندائي مجددا لمدعي عام التمييز الدكتور الأستاذ غسان عويدات أن يضع حد لهذه الموبقات اللي عم بتطيح تدريجيا بكل ما تبقى من القضاء. بيقولوا لبنان قضاء مريض، لا، قضاء لبنان مريض من لبنان، من موبقات لبنان، من نظامه الطائفي، بس خصوصا بهذا التطاول على القوانين ممن هو مسؤول عن تطبيقه. شكرا. سبق لمدعي عام التمييز وقال له انه كف يدها، بس ما ردت يعني بعده، وما رح نرد عليها نحن كمان، يعني ما زال ما بدها ترد على مراجعها، فتسمح لنا تدخل السلطه الاجرائيه بالسلطه القضائيه كان لنا ملاحظات عليه الاسبوع الماضي حتى، بس تدخلها السافر بالدستور وبالسلطة الدستورية للسلطة التشريعية لا، مش مسموح، لأنه النائب هو ممثل الشعب، هي معينة 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 مش أكثر. ماذا عن حديثة الإعلام كمان هذا الموضوع؟ ما هذا كله مخالفات مستمرة. شكرا. يعطيكم العافية. بالأمس تم التعرض بشكل فاضح وفاقع للحياة البرلمانية وللنظام الديمقراطي في لبنان القائم على مبدأ فصل السلطات والقائم على أسس دستورية جمهورية هذا البلد يحتضنها منذ أكثر من 100 عام، وهي تشكل أساس حياتنا السياسية. قامت القاضي غادة عون بالادعاء على نائب في البرلمان اللبناني بسبب بعض الآراء والانتقادات والأفكار التي أبداها خلال مقابلة تلفزيونية، وكأنها لم تقرأ
المادة 39 من الدستور التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز إقامة أي دعوة جزائية على النائب بسبب أفكاره وآرائه طيلة مدة نيابته. هذا النص يكرس حصانة مطلقة للنائب بالتعبير عن رأيه، لا بل بالعكس، واجبه أن يمارس هذا الحق، وواجبه أن يعبر عن ناخبيه، وواجبه أن يتناول القضايا الوطنية كقضية ادعاء غادة عون على المصارف اللبنانية، ومن حقه أن يعلق وأن يبدي موقف. اليوم خلال هذه الجلسة النيابية للجان المشتركة طلبت الحديث في مستهل هذه الجلسة، وطلبت نائب رئيس مجلس النواب بأن يوصل إلى هيئة مكتب المجلس وإلى رئيس المجلس مطالبتنا باتخاذ موقف من المجلس النيابي كسلطة من هذا التدبير الذي اتخذته القاضي غادة عون بحق نائب عن البرلمان اللبناني، أن يتخذ موقف واضح ينتصر فيه للحياة البرلمانية ولمبدأ فصل السلطات، وصولا إلى إلزام القاضي غادة عون بسحب هذا الادعاء وبالاعتذار علنا من المجلس النيابي اللبناني. لن أدخل الآن في تفاصيل مخالفات غادة عون وفيما تفعله، بس بدي أقول أنه هذه النكتة السمجة اللي بنسمعها من جمهور غادة عون، مع الأسف عند جمهور غادة عون، أنه اللي بينتقد غادة عون بيكون عم بيدافع عن المصارف، هذه النكتة سمجة. نرد عليها بأننا بقدر ما نحن ضد بعض الممارسات المصرفية، ونحن مع ملاحقة أي مخالف سواء كان بالدولة سواء كان وزير سواء كان رئيس سواء كان صاحب مصرف سواء كان صاحب نفوذ، نحن وبنفس القدر ضد القضاة الذين يسيئون إلى هيبة القضاء. وبدي أقول للشعب اللبناني اللي عم بتضللوا مواقف غادة عون أنه إذا كان في فرصة تسترد جزء من حقوقك أكيد مش عن طريق هذه السياسة وهذه الممارسات اللي عم بتدخل السماوات بالأبوات تما تظهر الحقيقة بالنهاية. نحن نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء الأعلى، النائب العام التمييزي، هيئة التفتيش القضائي، وبشكل خاص هيئة التفتيش القضائي، باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية القاضي غادة عون. وأنا بحب طمن الرأي العام اللبناني اللي هيلو هذا الموقف المفزع والمخيف بأنه قاضي عم بيدعي على نايب بسبب آراء يدلي بها، بأننا لن نوقف معركتنا ضد غادة عون إلا قبل إعلان عدم أهليتها لتولي القضاء سندا للمادة 95 من قانون التنظيم القضائي. لأنه اللي بيتصرف هذه التصرفات واللي ما بيشوف مادة دستورية هالقد واضحة وفيها كم من الاجتهادات أنه لا تحتمل أي لبس أو تأويل، وأنه هناك حصانة مطلقة على النائب بالأفكار اللي بيقولها، هذا قاضي لا يستحق أن يمارس مهمة القضاء. هذه المعركة مفتوحة، معركة ضد هيدري المال العام نحن اللي عم نخوضها، ونحن اللي عم نقدم اقتراحات القوانين وعم ندعم اقتراحات غيرنا اللي بتتقدم بهذا الهدف. ولكن أن نسكت تحت وطئة شعبوية فريق سياسي يستغل موقع قاضي معين بهذا الشكل، فلن نسكت عنه، ومنا محرجين ومنا يعني خايفين من شيء بهذا المعنى. فليتحمل كل منا مسؤوليته، بس أولا على السلطة القضائية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه تجاوزات غادة عون. وشكرا رئيس. بس هي استندت لقصة الجرم، خلي يحكي المشهور. خلي يحكي لا ما في جرم، ما في جرم مشهود يا أخوان. في نصين بالدستور، في نص المادة 39 اللي بيحكي عن الآراء والأفكار، وهو يعطي حصانة مطلقة بهذا المعنى. لا في جرم مشهود ولا في
تمييز بين الملاحقة خلال دورة انعقاد المجلس أو خارج الدورة. وهناك نص آخر هو نص المادة 40 من الدستور الذي يميز والذي يعطي الحق بملاحقة النائب عن الجرائم الأخرى، الجرائم الجزائية الأخرى شو ما كانت معاقب عليها بالقانون، ساعة إذن يحق ملاحقة النائب خارج إطار الدورة العادية أو في حالة الجرم المشهود. أما الملاحقة اللي عم بتتم على النائب زياد حواض هي ملاحقة مسندة إلى المادة 39 اللي ما فيها أي مجال للإدعاء على أي نائب بسبب أفكاره، وإلا منكون فتنة بنظام بوليسي ما صار بعز أيام الوصاية إنه يلاحق نائب، وما صارت هيدي إنه يلاحق نائب بسبب موقف سياسي أو بسبب تعليقه أو بمعرض تعليقه على أمر عام وبيشاركوا فيه للأستاذ حواض أكثرية الشعب اللبناني. خليها تروح توقف أغلبية الشعب اللبناني اللي عم ينتقدوا تصرفاتها. يعني اللي قاله الرئيس جورج كفى بوفى وحكي كل تفاصيل هذا الموضوع، أما ما يعنيني بالشخصي هذا التهويل وهذا الاتهام ليس بحق زياد حواط لحاله ونائب في البرلمان اللبناني، هذا بحق كل البرلمان اللبناني في عملية تهويل لأسكات النائب. النائب وظيفته هو الكلام وكشف الحقائق وتصويب الأمور. ما يجري في العدلية يا أخوان حفلة فولكلورية، عم تفقد ثقة الناس في هذا القضاء، ولما يفقد الناس ثقته بالقضاء ينتهي البلد. كان بعد عندنا القضاء والعدالة المدماك الأخير لبناء الجمهورية، ما يحصل اليوم في العدلية هو انتهاك للعدلية وإفقاد لكل الثقة بهذا القضاء اللي قلنا 100 سنة كنا عم نبني. هذه الدعوة أنا مني عتلين هم أبدا، أنا يعني بالشخصي أنا تحت القانون تحت القضاء، إنما في انتهاك إضافة إلى مخالفاتها القضائية ومخالفاتها القانونية للقاضي عون، مشكلتها ما بتعرف بالدستور. أما غير هيك نحن نخضع للقانون، نحن تحت القانون، ما عندنا شيء خفي، موقفنا واضح وصريح من انتهاك من الانتهاكات اللي عم تقوم فيها هذه القاضية، من مخالفة الدستور، من رفع سرية التحقيق، وهذه جريمة كبرى مش سايرة بالعالم. تحقيق بينحكى على التلفزيون مش سايرة بالعالم، انه قاضي بيطلع بيعمل مداخلة سياسية على التلفزيون، ممنوع حدا يجاوبه، ممنوع حدا يناقشه أصلاً. هي ما لها حق تطلع على الإعلام قبل موافقة الوزير المختص. هل هي أخذة موافقة الوزير المختص؟ وإذا الوزير المختص ما معه خبر مصيبة، وإذا معه خبر مصيبة ونص. وهون رح نتقدم بسؤال للحكومة لنسأل الوزير هل هو موافق أو عاطي إذن للمدعي العام للنيابة العامة والقاضي غادة عون إنه تطلع تعمل مداخلات سياسية وتحكي على تويتر وتفشي أرقام وتفشي حقائق؟ بتمقال الرئيس نحن بدنا الحقيقة بكل الأمور، نحن ما عم نغطي حدا وما عم نغطي ولا أي مخالف، وما حدا يصوب كلامنا أنه حماية للمصارف ودعما للمصارف أبدا. نحن بدنا قضاء عادل ونزيه يحقق بكل المواضيع المصرفية وفي هذا الانهيار المالي والاقتصادي اللي حصل بالبلد. إنما ما يحصل اليوم بهذا الموضوع ما من قبل القاضي غادة عون عم تنهي كل مسار الحقيقة وكل مسار العدالة. وأنا بحب طمن المودعين هيك أداء وهيك سلوك بضيع الودايع. فبقى نحن هدفنا نرد ودايع الناس، وتنرد ودايع الناس بدنا قضاء عادل ونزيه، بدنا الحكومة تقوم بواجباتها على أكمل وجه، تعمل خطة إصلاحية، خطة تعافي اقتصادية، توزع الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، هيك ترجع تتكون ودايع عن جديد، وهيك ترجع ودايع الناس وجنى عمر الناس وتعب الناس. وشكرا. يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، كنا عم نستمع اليوم إلى الرد النواب مروان حمادي وجورج عيس على ادعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط على خلفية اليوم كلامه لا أحد البرامج التلفزيونية السياسية، تصريحاته اليوم استفزت
القاضية غادة عون، وادعت عليه أمام يعني بجرائم القدح والزم والتشهير وتهديد قاضٍ. واستمعنا للرد اللي كان هجومي من قبل هؤلاء النواب. بنذكر بأنه اليوم هناك جلسة للجان المشتركة في مجلس النواب، هي جلسة بدعوة من رئيس مجلس النواب عمير أسا، نائب الرئيس الياس بوصعب، للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، كما أن الدفاع والداخلية والزراعة والبيئة. أهم ما موجود على يعني ما يتم بحثه اليوم في اللجان المشتركة، أبرز هذه البنود، هو تحويل تعويضات نهاية الخدمة إلى معاشات تقاعدية. نحن أكيد رح نوفيكم بكل جديد من مجلس النواب. كان هيدا هو الرد على ادعاء القضية غادة عون. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيعة دعوق.